تعرف أكثر على حالة الجو. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة منار، ونتعرف من حضرتك زي كل يوم على حالة الجو النهاردة. صباح الخير على حضرتك استاذة سمر، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. احنا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة الملحوظ اليوم، رغم سطوع أشعة الشمس أو رغم زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، لكن الكتل الهوائية المؤثرة علينا ما زالت كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا، هتعمل على انخفاض درجات الحرارة. العظمى اليوم على القاهرة متوقع تكون 15 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل بتوصل لثمان درجات، عشان كده الطقس هنقدر نوصفه ان هو بارد على القاهره الكبرى والسواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، بيكون مائل للبروده على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، اللي بيوصل لحد الصقيع في بعض المناطق من شمال الصعيد وكمان المدن الجديده وبعض المناطق كمان من وسط سيناء، يعني متوقع الصغرى على بعض المناطق من شمال الصعيد توصل لثلاث درجات، توصل لصفر في وسط سيناء. فطبعا الطقس خلال ساعات الليل قارس البروده خلال ساعات ما هي فرص سقوط الامطار يا دكتوره منار؟ ايضا اليوم طبعا فرص الامطار ضعف جدا وتلاشت على اغلب مناطق الجمهوريه، هتنحصر فقط على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد ومدنتي حلايب وشلاتين، لكنها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ايضا اليوم تكونت شبوره مائيه في الصباح الباكر، لكنها كانت شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وما اثرتش على الحركه او الرؤيه الافقيه على الطرق. متوقع استمرار الطقس ده الى يوم السبت القادم واستمرار انخفاض درجات الحراره. يمكن من يوم الاحد القادم ان شاء الله متوقعين نشهد نشاط للرياح وتعود فرص الامطار تاني وكمياتها تزيد على السواحل الشماليه ومحافظات الوجه البحري، لكن انخفاض درجات الحراره مستمر معانا على الاقل في منتصف هذا الاسبوع القادم باذن الله. نعم، بتوجه اليكي بجزيل الشكر دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على هذا الكم من المعلومات والنصائح. شكرا جزيلا لك.